بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. النوع الثاني هو الايزو الترا فلتريشن، او سحب سوائل فقط من المريض. هي عمليه بنركز فيها على ازاله السوائل الزائده فقط من بلازما الدم، وبيلجأ ليه الطبيب المعالج احيانا لتقليل المضاعفات والاعراض المرتبطه بالغسيل الكلوي التقليدي زي الهايبوتنشن اللي هو انخفاض ضغط الدم، والكرامبز اللي هي التشنجات وخلافه. احيانا الطبيب بيلجأ ليها كمان لما بيكون قيم حاله المريض وقرر ان الاولويه دلوقتي هتكون للتخلص من السوائل الزائده في الجسم على حساب إزالة السموم، لأن الخطر المحتمل بنسبة كبيرة دلوقتي هيكون سببه زيادة مفرطة في السوائل في الجسم، فضروري جدا إعادة الاتزان لمستوى السوائل في الجسم، وده هيقلل المضاعفات والمشاكل المحتملة على القلب والأوعية الدموية وأعضاء حيوية أخرى. طيب بتتم إزاي؟ هي نفس طريقة عمل الهيموداليس، جلسة غسيل عادية جدا مع فارق وحيد، إن جهاز الكلى لا يسحب ماء من وحدة المعالجة ولا يسحب أملاح مسبقة التجهيز، وبالتالي لا ينتج دايليزيت أو محلول غسيل، وبالتالي لا يحدث تبادل بين سموم الدم والاملاح النافعه في محلول غسيل لان مفيش محلول غسيل. جهاز الكلى فقط بيشغل مضخه سحب السوائل الالترا فلتريشن بامب عشان يسحب السوائل الزائده من الدم بالكميه المحدده ومعدل السحب المحدد ايضا عن طريق الطبيب المعالج على مدار جلسه الغسيل. وبالتالي هنا في العمليه دي جهاز الكلى بيؤدي وظيفه واحده من الثلاث وظائف الاساسيه، وهي وظيفه ازاله السوائل الزائده في الجسم باستخدام قوه السحب او الشفط للالترا فلتريشن بامب، لكن لا يزيل السموم من الدم ولا يصحح مستوى الأملاح اللي هي الإلكترولايتس في الجسم. النوع الثالث بقى هو الهيمو فلتريشن. فكرته جت ببساطه من ان الباحثين وجدوا ان الايزو الترا فلتريشن على الرغم من انه مخصص لسحب السوائل الزائده فقط من الجسم الا انه بيخرج معاه نسبه صغيره من السموم، على الرغم ان جهاز الكلى في الحاله دي لا ينتج محلول غسيل او دايليزيت عشان يحصل تبادل بينه وبين سموم الدم فتخرج السموم بخاصيه الانتشار. طب السموم هتخرج ازاي في الحاله دي؟ الحقيقه انها هتخرج بفعل قوه الشفط انجاز التعبير يعني اللي بتعملها مضخه سحب السوائل او الالترا فلتريشن بامب، انها زي ما سحبت السوائل كمان سحبت معاها نسبه صغيره من السموم. عشان كده بنقول ان كفاءه ازاله السموم بتكون افضل للمريض اللي بيحط سحب على الجهاز، اللي بيحط سحب سوائل على الجهاز بتكون افضل من اللي ما بيحطش سحب اثناء جلسه الغسيل. وبالتالي جت الفكره اننا كل ما زودنا معدل السحب او الالترا فلتريشن ريت كل ما تخلصنا من نسبه اكبر من السموم في حاله الايزو الترا فلتريشن. طيب برضو عايزين نعرف ده هيفيدنا بايه؟ الحقيقه هيفيدنا جدا. قلنا من مشاكل الغسيل الكلوي التقليدي اللي هو الاتش دي الهايبوتنشن انخفاض ضغط الدم، الكرامبات او التشنجات، في مضاعفات كتير بتحصل مع الغسيل التقليدي، والطبيب ممكن يلجأ لاسلوب الغسيل بازاله السوائل فقط اللي هو ايزو الترا فلتريشن عشان يتلاشى الاعراض دي، لكن بالمقابل بيضحي بمنفعه ازاله السموم اللي بيحققها الغسيل التقليدي. الباحثين لما اكتشفوا اننا كل ما هنزود معدل سحب السوائل كل ما هنتخلص من سموم اكتر، اذا بكده نكون تجنبنا مشاكل الغسيل التقليدي والمضاعفات اللي بتحصل معاه، وزودنا مميزات الايزو الترا فلتريشن، اننا مش بس هنتخلص من السوائل الزائده كمان هنتخلص من نسبه من السموم بدون دياليسيس بدون غسيل تقليدي. الميزه الاكبر اللي اكتشفها الباحثين هنا في النوع ده هي نوعيه السموم اللي تم التخلص منها في الحاله دي، وهي السموم ذات الاحجام المتوسطه الميدل مولوكيولار ويت سبستانسز اللي وزنها الجزيئي من 500 ل 12000 دالتون، زي البيتا 2 مايكروجلوبولين والبيبتايد. وبينضم للفئه دي كمان على فكره معظم السموم المسببه للالتهابات زي الحكه والهرش وخلافه، ودي ميزه كبيره جدا. هو ده الهيموفلتريشن، هو ايزو الترا فلتريشن عادي لكن بكميه سحب سوائل اكتر ومعدل سحب اكبر، وبيعتمد على اسلوب الكونفكشن الحركه النشطه للجسيمات تحت تاثير الضغط النيجاتيف بريشر الناتج عن مضخه السحب الالترا فلتريشن بامب. لكن كالعاده اكيد في شيء سلبي في مقابل المميزات دي، وهي ان عشان اتخلص من سموم اكتر في حاجتين لازم اخد بالي منهم، وهما كميه السحب وكمان معدل السحب. اولا محتاج اني ازود كميه السحب جدا عشان اتخلص من اكبر كميه ممكنه من السموم، لكن هيمنعني هنا الوزن الجاف للمريض اللي هيجبرني على كميه سحب معينه احطها على جهاز الغسيل وما اقدرش ازود عنه، والا المريض يحصل له انخفاض حاد في ضغط الدم ومضاعفات كتير، وده انا لا ارغب فيه. واقصى كميه سحب او يوقف في جول مسموح بيها هتساوي الفرق بين وزن المريض قبل بدايه جلسه الغسيل والوزن الجاف ليه اللي المفروض يخرج بيه بعد جلسه الغسيل. ويبقى السؤال الاول، ازود كميه السحب دي ازاي؟ ثانيا
محتاج اني ازود معدل السحب كمان، الالترا فلتريشن ريت اللي هي كميه السحب في الساعه عشان ازود معدل ازاله السموم في الساعه، لكن هيمنعني هنا معدل اعاده الملء الداخلي في جسم الانسان او الريفيلنج ميكانيزم، بمعنى ان المريض ممكن يكون حاطط على الجهاز كميه سحب في الرينج المقبول اللي هي مثلا 3 كيلو او 3 لتر، لكن هيسحبهم كلهم مثلا في ساعه مش في الاربع ساعات، وبالتالي معدل السحب هنا هيكون 3 لتر في الساعه، وهنا بقى المشكله. يعني كميه السحب نفسها اللي هي 3 كيلو ما فيهاش مشكله، لكن معدل السحب العالي اللي هو 3 كيلو في الساعه هو ده اللي فيه مشكله. ليه بقى؟ كنا شرحنا قبل كده حاجه اسمها الريفيلنج ميكانيزم، ان الماء والاملاح في جسم الانسان بتكون موجوده في داخل الخلايا وفي خارجها، والميه اللي بسحبها من المريض اثناء جلسه الغسيل بتكون من بلازما الدم اللي هي موجوده في منطقه خارج الخلايا، وان الجسم بيعوض الكميه اللي اتسحبت دي من منطقه داخل الخلايا بمعدل معين بنسميه معدل اعاده الملء الداخلي او الريفيلنج ميكانيزم، من خلال الغشاء او الممبرين الموجود على جدران الخلايا. وكل ما زاد معدل اعاده الملء كل ما زاد تاثير التوتر السطحي على الغشاء ده وبيقلل من كفاءته، فلا يفضل ان انا ازود معدل السحب عن لتر في الساعه، وبالتالي اقصى معدل سحب هحطه على جهاز الغسيل لا يجب انه يزيد عن لتر في الساعه عشان احافظ على كفاءه الغشاء الداخلي في الخلايا في جسم المريض. يعني اقصى كميه سحب سوائل في الجلسه تكون 4 لتر بمعدل سحب لتر في الساعه. طب لو مريض وزنه كبير ومطلوب سحب 5 لتر مثلا، يبقى الافضل نزود وقت جلسه الغسيل بدل 4 ساعات يكونوا 5 ساعات مثلا. المهم الاقي الالترا فلتريشن ريت على الجهاز ما يزيدش عن لتر في الساعه. ويبقى السؤال الثاني هنا، طيب هزود معدل السحب ده ازاي من غير ما اضر المريض عشان اتخلص من سموم اكتر؟ والاجابه على السؤالين دول مع بعض هي ان اي كميه سوائل زياده هسحبها من المريض فوق الكميه الطبيعيه هيتم تعويضها بنفس الكميه من سائل خارجي بيطلق عليه الريبليسمنت فلويد او السبستيتيوشن فلويد، سائل الاستبدال. ده سائل بيكون مسبق التجهيز معقم جيدا بيحتوي على ماء ونسب معينه من الاملاح ومعبأ في باجز او عبوات خاصه، ونبقى حلينا المعضله دي، وده هو الهيموفلتريشن. طيب خلونا نوضح الكلام ده كله تاني بمثال عملي. لو فرضا وزن المريض قبل الجلسه 70 كيلو جرام، والدوائر الصفراء دي بالمناسبه انا حاططها بتمثل السموم الكبيره ومتوسطه الحجم. الوزن الجاف ليه اللي المفروض يخرج بيه بعد جلسه الغسيل هو 66 كيلو جرام، يبقى كميه السحب المسموح بيها اليو اف جول 4 كيلو جرام على الاربع ساعات، يبقى معدل السحب لتر في الساعه، وده هيكون اقصى معدل سحب مسموح بيه عشان اتخلص من نسبه كبيره من السموم مطلوب اني ازود معدل السحب ده. لو فرضا هخليه 5 لتر في الساعه، يعني كميه السحب في خلال الاربع ساعات هتكون 20 لتر. طب ازاي اسحب من المريض 20 لتر وهو عاوز يتخلص من 4 لتر بس؟ من هنا جت الفكره ان ال 16 لتر الفرق بين ال 20 لتر المستهدفين وال 4 لتر المسموح بيهم هديهم للمريض من خلال سائل تعويض او سائل الاستبدال، هضيفهم للمريض عن طريق مضخه سوائل اضافيه في جهاز الغسيل اسمها السبستيتيوشن بامب، هتسحب سائل الاستبدال من العبوه الخاصه بيه وتوصلها للمريض من خلال وصله وريديه مخصصه كده، وده بيحصل اثناء الجلسه بتوازي مع عمليه السحب، يعني بحقن المريض بسوائل وفي نفس الوقت بسحبها منه تاني، وبالتالي انا سحبت اثناء الجلسه اجمالا 20 لتر، عباره عن 4 لتر من المريض الكميه المسموح بيها فقط، و16 لتر تم تعويضهم من سائل الاستبدال الخارجي، وبكده اكون حققت الميزتين، التخلص من السوائل الزياده والتخلص من السموم متوسطه الحجم اللي بتسبب مشاكل كتير، وكمان تجنبت المضاعفات المصاحبه للغسيل التقليدي او الهيمو دياليز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.